طيب أي مشروع، أي فكرة، أي هدف، أي مبادرة فيها شوية أركان أساسية. أولا الاستدامة، إزاي تحقق جانب الاستدامة على مستوى بناء الإنسان، على مستوى تنمية الإنسان، تعزيز قدراته واكتشاف إمكانياته، وكمان الشراكة. يعني أنا كمواطن مصري عادي جدا يعني أحب أن أنا أشارك النهاردة في حياة كريمة، لأنه مبادرة ناجحة جدا وبتدعم مصر، فما فيش مصري ما يحبش يشارك فيها. بس أكيد أنه في شركاء ليكم كمؤسسات أو كمبادرات أخرى يمكن انضمت تحت مظلة حياة كريمة. الحاجة الثالثة، هل في خطة طويلة المدى؟ يعني أنا عارفة أن في خطة النهاردة على الأرض، وإحنا عارفين على مدى على الأقل شهرين ثلاثة جايين إحنا هنعمل إيه، بس على المدى البعيد، وعلى المدى البعيد ده لحد فين؟ تمام، احنا هبدأ مع حضرتك من آخر سؤال. احنا طبعا كل حاجة ليها خطة وكل حاجة مدروسة كويس جدا. المرحلة الأولى معروفة هتنتهي امتى، واحنا على وشك الانتهاء بنهاية العام ان شاء الله. هما كم مرحلة كلهم؟ هو احنا هنبدأ المرحلة الأولى، احنا حياة كريمة مش هتقف، فاحنا هنبدأ ان شاء الله المرحلة التانية على بداية السنة الجديدة. وبدأنا بالفعل برصد الاحتياجات وفقا لي، احنا اخترنا الاول نسب القرى اللي نسب الفقر فيها من 50 ل 70%، فابتدينا دلوقتي بالقرى الاقل بحيث ان احنا نوصل لكل قرى مصر. تمام. بالنسبه للتمكين وبالنسبه للاستدامه وبالنسبه لاختيار المتطوعين معانا او الاشخاص او الشراكات معانا، يمكن ده المشروع القومي التنموي الوحيد اللي يعني في كذا شريك معانا ليه، وده اللي اجتمعنا عليه. يعني هتلاقي معانا أجهزة حكومية، وزارات معانا، مؤسسات مجتمع مدني معانا، شريك أساسي اللي هم الشباب المتطوعين. أول مشروع يبقى فيه المثلث ده مثلث ناجح كلنا بنكمل بعض فيه، ما بقاش ان احنا نبدأ ندخل نعمل نرصف الطريق بعد كده لا نعمل المية بعد كده نبدأ نبني مبنى يخدم الأهالي، لا بقى دلوقتي في خطة واضحة، انا هدخل القرية دي من الأول خالص، هوصل انا اخلص مشروعات البنية التحتية، هوصل بعد كده للمبادرات واللي هتخدم الأهالينا ازاي في القرى. وانا كنت هسألك عن مؤسسات المجتمع المدني اللي بتتعاون مع حياة كريمة، وازاي بيبقى في معلومات موحدة او تنسيق بينكم وبينهم، بدل ما كل فعلا زي ما بتقولي كل واحد بيشتغل لوحده، لا احنا بننظم مين هيعمل ايه قبل ايه، بالتوازي كده بتعملوها ازاي؟ احنا الحقيقه دلوقتي كمان انبثق من يعني حياه كريمه، بقى في التحالف الاهلي للعمل، التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، ده يمكن وحد بشكل كبير جدا عمل المؤسسات المجتمع المدني، بدل ما كانت بتبقى توصل الخدمات لاكثر من حد في القريه عن طريق اكثر من جهه، بقت في قاعده بيانات ان انا اوصل للمستفيدين والمستحقين بشكل يضمن ان انا اوزع الخدمات على كافه المستحقين، يعني ما نغفلش حد عن حد او حد يكون منتظر لسه مساعدات بشكل عادل طبعا. وده بيطمن الناس اللي بتتبرع لتحيا مصر ان هي بتوصل للناس الاكثر حاجه مش من كذا جهه، دي حقيقة. يعني بالتنسيق بينكم وبين مؤسسات المجتمع، ودي بدأنا فيها في وصل الخير واحد، وصل الخير اتنين، وصل الخير تلاتة، وان شاء الله مكملين لمليون ان شاء الله.